اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء من قناه الموصليه الفضائيه وحلقه جديده من برنامجكم برنامج موعد مع الابداع. مشاهدينا الاعزاء اليوم راح تكون حلقتنا حلوه ومميزه فيها غناء وفيها طرب. اكيد ضيفتنا راح تكون نجمه من نجوم الفن العراقي ورائده من الفن العراقي، لها باع طويل في مجال الاغنيه العراقيه وهي محبوبه وايضا متواضعه وطيبه وعزيزه ومحبوب الشعب ومحبوبة العراق، وأكيد كانت زيارات المستمرة إلى محافظة نينوى والموصل. أكيد بنسمع أغنية بصراوي عينها مكحلة، أكيد كنتوا عرفتوا، وأيضا بنسمع أنا ممنون لبنونة، وأيضا نسمع أغنية جي تلعب ويا البيض. أكيد ضيفتنا فنانتنا الراقية المحبوبة دائما ابتسام بوجهها الست والحلوة الجميلة دائما أديبة. اهلا وسهلا. اهلا استاذ جاسم، اشكرك على هالمقدمه اللي انا يمكن ما استحقها. لا بالعكس استحقيها. اشكرك، الله يسلمك ويخليك. الله يخليك ست أديبة. احنا اليوم سعداء قناه الموصليه وياك، وانت من سمعتي قناه الموصليه بصراحه رغم عندك مشاوي رغم عندك قلبي قام يرقص من سمعت قناه الموصل. ليش؟ فرحت جدا استاذ جاسم، انا لي ذكريات جميله بالموصل جدا جدا. نعم. كنت اروح انا والاستاذ الكبير الله يرحمه سعد الحلي، كنا نروح حفلات ويطلبونا بالاسم. نعم. يقولون نريد استاذ سعد الحلي الله يرحمه واديبه. نعم. دائما يحبونه وغمرونه بحنانهم وعطفهم، واني جدا جدا مشتاقه لهم واحبهم واقول لهم احبكم من كل قلبي يا اهل الموصل يا اهل العراق كله وخصوصا اهل الموصل. ان شاء الله ان شاء الله. راح نبدا الحلقه، اكيد راح نتحدث عن زياراتك واعمالك الحلوه الجميله. بدايه ست اديبه وفنانتنا الراقيه، نود المشاهد الاعزاء اكيد يعرفون يريدون يعرفون بطاقه شخصيه لست اديبه لفنانتنا. نعم كل سرور. اني اسمي الحقيقي إيه؟ هو نفسه الفني أديبة خير الله حسن. نعم. خريجة معهد الفنون الجميلة من ديالة. مسقط راسي ديالة. أنا من معقوبة. معهد الفنون الجميلة خلصت ببغداد؟ ببغداد نعم. نعم. يا سنة؟ بال85 قسم الموسيقى. نعم قسم الموسيقى. نعم. الناس عبالهم أنا من البصرة. نعم. يشرفني ويسعدني أن أكون من أي محافظة. طبعاً أكيد. ماكو فرق، المهم أنا عراقية. ونعم وأشرف كوني عراقية. ونعم منك. نعمة حالك. نعم. عزيزي. خلي نتحدث، أنت قلتي معهد فنون جميلة، منو كان بدورتك من الفنانين أو فنانات؟ من كنت صغيرة بالابتدائي بعقوبة. كنت بعقوبة. اكتشفوا موهبتي من كنت بالابتدائية بعقوبة. من المعلمات؟ المعلمات. نعم. المديرة. كنت اغني ادندن واني قاعده ادندن. دندنين؟ اغاني ام كلثوم. ام كلثوم. اغاني سعاد محمد. نعم. اغاني ما ادري الست ما ادري. نعم. إيه يقولوا لي اي غني اي بعد لا تقطعين الغنى. نعم. صوتك جميل غني. نعم. انا اخاف منهم. نعم. اقول اخاف يرزلوني، يقولوا لي هذه مدرسه شنو تغني؟ صح. يقولوا لي لا صوتك حلو. المعلمه قالت لي اديبه ليش مت تصيرين مطربة؟ تحبين تصيرين مطربة؟ ها معلمتك؟ شو اسم معلمتك؟ معلمتي انتصار. تذكرين؟ انتصار اتذكرها الله يطيها الصحة والعافية. قالت لي اديبة يا ايش ما تصيرين مطربة؟ انت صوتك حلو بابا صيري مطربة تحصلين فلوس هواية وتسافرين. نعم. صيري مطربة. قلت لها وشلون اصير مطربة؟ يا ريت على قلت لها صوت قالت لي صوتك حلو. نعم. روحي لبغداد روحي قدمي الإذاعة والتلفزيون. نعم. اكو فرقة الإنشاد العراقية كانت توها طالعة. نعم. يعني انت دخلتي فرقة الإنشاد قبل ما تدخلي مع فنون جميلة؟ اي حلو. اي نعم. يعني اول مرة فرقة الإنشاد بعدين ما احكي لنا شلون دخلت فرقة الإنشاد، منو كان باللجنة وش غنيتي؟ الحقيقة هي كانت صدفة. نعم. انا كنت اغني بالأعظمية مركز شباب الأعظمية. نعم. ساحة عنتر. اي نعم. هاي بالعطلة مالتنا من تصير عطلة مال المدارس نروح للمركز كل من يعني يؤدي نشاطه. نعم. رغبته شنو؟ اللي تغني تغني. نعم. اللي تلعب رياضة تلعب رياضة. نعم. اللي تقرأ شعر تقرأ شعر. نعم. أنا كنت أغني فخلوني مال فرقة إنشاد يعني مال. نعم. النادي نفسه. نعم. أوكي. فكان عندهم مناسبة وقالوا نريد صوت يغني لنا سولو. نعم. أغنية المائدة نزهت فد أغنية سولو. أغنية. قالوا لهم أديبة تغني، هاي البنية أديبة جتي التحقت بالجديد. نعم. تغني صوتها حلو. المدير مال النادي، نادي مركز الشباب العظمية. نعم. قال لي والله ده أسمع صوتك، ما كان متفائل، ما متأكد. نعم. سمعني وقف. نعم صح. صدقني جاسم خويا. نعم. وقف، أنا تعجبت. نعم. ليش وقف؟ يقول احتراما لصوتك وقفت. انت شلون تغنين هيك وانت بعد 13 سنه 13 صح. سنه كان عمري. غنيتي؟ غنيت اغنيه ما اذا نزهت. نسمع مقطع؟ ممكن نسمع مقطع.
حمد يا حمود يا حمايد يا غالي يا ابن عمي وحبيبي حبيبي حبيبي حمود يا بعد الروح غيرك ما حلالي يا ابن عمي وحبيبي حبيبي حبيبي حمود لظل طول العمر أهواك ما توب ما توب حبك بالقلب يا حمود مكتوب مكتوب ترد روحي ويرد قلبي يوم التقعد قبالي حمد 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 شنب عيجرب وسط بيده عذب وحلي أول خيرات بيده تغني وتصفج المسحة بإيده تجاوبها جناجل بابلية هلا بجيتك حبيبي واهلية أشم الهيل من تقرب علي هلا بجيتك حبيبي واهلية أشم الهيل من تقرب علي ترد روحي وترد قلبي يوم التقعد قبالي حمد 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 أوكي شعورك من غنيت الأغنية بعد ما أديتي بالاحتفالية غنيت قالوا لي أنت غني بالاحتفالية وكل احتفالية كل احتفالية وطنية وأحياناً وطنية نعم. فأغاني وطنية صحيح. لازم نغني واحيانا اغاني يعني بالعيد أوكي. اغاني عاطفيه اوكي فغنيت لام كلثوم. كلثوم اول احتفاليه غنيت هو صحيح الهوى غلاه لام كلثوم اتذكر نعم. واتذكر من غنيت المقطع هذا منو كان قاعد استاذ طالب القرغولي كانوا داعي وانت ما تعرف ما اعرف الاستاذ طالب القرغولي ولا استاذ فاروق هلال ايضا قاعد. قاعدين بالحفله قاعدين بالاحتفاليه بالحفله وانت ما تعرفين واني ما اعرفهم صغيره 13 إيه غنيت هو صحيح الهوى غلاب الله. بنيه 13 سنه وتغني هو صحيح الهوى غلاب صعبه ترى كلش صعبه طبعا طبعا بمقامات تحويلات بينا اي اتذكر خلي اذكرك واذكر المشاهدين نعم. غنيت لهم هو صحيح صحيح الهوى غلاب ما عرفش انا والهجر قالوا قالوا مرار وعذاب والهجر قالوا قالوا مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم بسنة جاني الهوى من غير مواعيد وكل مدى حلاوته تزيد ما احسبش يوم حياخدني بعيد ما احسبش يوم حياخدني بعيد يمني قلبي بالافراح وارجع وقلبي كله جراح 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 ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى اهو ده اللي جرى وانا 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 معرفش معرفش جميل تعجبوا اغنيتي طالب القرغولي غنيتها وكان استاذ طالب القرغولي قاعد بعد ما خلصت الغناء قال اريدها تجي ورا المسرح بس احكي وياها قالوا لي اريدك استاذ طالب قلت لهم من استاذ طالب قالوا ملحن معروف كبير ابي سنه هذه تقريبا بال 79 79 اي لين 80 دخلت الاذاعه والتلفزيون نعم اوكي حكيت ويا طالب حكيت ويا قال لي تجين للاذاعه والتلفزيون تردين تغنين انت حرامات تقعدين بالبيت نعم حبيبتي انت صوت واحساس واذن
يعني حرامات تقعدي تعالي انضمك لفرقة الإنشاد. بس قبل ما تدخلين فرقة الإنشاد راح ألحلك أغنية الله. وفعلا قبل ما أدخل فرقة الإنشاد لحلي ويا الهوى سجلتها، ووراها لحلي أيضا أغنية، ووراها أغنية، ثلاث أغاني سجلت ومن ثم دخلت فرقة الإنشاد الله. وهذا فشي ما شوف طبعا أكيد يعني غريب بصراحة. قال رغولي الله يرحمه فنان كبير موسيقار وملحن ما يجامل يعني لحن ما يجامل صح لحن ثلاث أغاني. شنو الأغاني ويا الهوى أول أغنية أحباب يا ريتي حبيبي أنا وأنت نعمر بيت، والثالثة سعد يا سعد يا بعد أهلي سعد. أسأل اسمع مقطع من واحدة من الأغاني اللي قلت. راح أغني مقطع من أغنية أحباب. يلا. وديت بجناح الطير وردتي وحدة القلب رواها وحدة العين. أنا وديت بجناح الطير وردتين وحدة القلب رواها وحدة العين. وكتبت بيهن يا سعد كلمتين، وكتبت بيهن يا سعد كلمتين. بس لو بعد بس لو بعد سعد يا سعد يا سعد. اوكي كلمات منها كاظم الركابي. كاظم الركابي الله يرحمه نعم. ثلاثه كلمات نعم. كلمات كاظم الركابي والحان استاذ طالب القرولي. اوكي ومن ثم انضميت الى فرقه الانشاد. هو استاذ طالب ضمني ايضا. منو كان اختبر فرقه الانشاد؟ استاذ روح الخماش. نعم لا استاذ روح الخماش. قال لي شو اختبرك؟ انت مو اختبرت استاذ طالب الله وتمو سجلت اغاني ثلاثه وانا سمعتهن الله. دخلي راسا لفرقه الانشاد وكله صولوات يطون واغاني. منو كان ليش بفرقه الانشاد؟ كانت أمل خضير، الأستاذة أمل خضير، رضا الخياط نعم. عارف محسن الله يرحمه، مي وحيد نعم. الله يرحمه وحيد ومي يعطيها الصحة والعافية، صديق جليل يمكن عبد الجليل وحييها عبد الجليل عبد الجليل أي. وصباح ونجيب وصباح صباح غنى ليش ليش يا جارة نعم. مجموعة طيبة وحلوة جدا جدا اوكي اي نعم. يعني دخلت فرقة الانشاد قمت تأدين وتغني ويا فرقة الانشاد صولوات وصولوات نعم نعم. كانت عندنا كل شهر حفلة باللي دعوا التلفزيون صولوات، كل واحد يغني اغنية هي فرقة الانشاد اسم سويتها نعم. فكل عضوة من الفرقة تطلع تغني اغنية. سهام محمد سهام محمد ايضا نعم. كانت معايا سهام محمد نعم. اكيد كان اسمها لامع. مجموعة طيبة مجموعة طيبة نعم طبعا نعم طبعا. ست اديبة ايضا سؤال لك، يعني من الملاحظ اختفاء الابداع من الساحة الفنية بسبب الكم الكبير للاعمال الهابطة التي انتشرت في الاوان الاخيرة، كيف تقيمين المشهد الفني والثقافي في الوقت الحاضر؟ هاي الكارثة وهاي المأساة، كم كبير ولكن عطاء ضحل جدا، وكم كبير وخير ان شاء الله. وبعدين وين هم؟ هوايه هم هوايه مغنيين، اسمح لي اني ما احب اقول مطربين، هم هوايه مغنيين وبس. ايش سوى وينهم؟ بالعكس اساءوا للاغنيه، احنا ارتقينا بيها، احنا بالعكس رفعنا من شانها للاغنيه، وكانوا يقولون الاغنيه العراقيه ولا زالوا يقولون بس على الغناء القديم صح. ترى دا يقولون على اغاني ناظم الغزالي وسعدون جابر وياس خضر يعطيهم الصحه والعافيه. صح. مو هاي الاغاني انا سوي رايش الغناء الامس ما تتعوض؟ لا ابدا صراحه، انا مو ضد الاغاني الحديثه. الاغاني الحديثه والشباب اكو اغاني أبداً. اكو اغاني يعني اكو اغاني يمكن اكو اغاني جميله يعني. ماجد المهندس ده يقدم نعم. اغاني جميله نعم. مهند محسن، الاستاذ الكبير كاظم الساهر نعم. لا 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 احنا ما يصير لو خليت قلبت، بس قليلين نسبه الى اللي دي يطلعون نعم. ومسوين مسمين نفسهم مطربين، غلط، ما يصير يقولون عليهم مطربين نعم. مغنيين مؤدين، مو اي واحد يقولون عليه مطرب. ست اديب اريد بصراحه تهشين، انت بتلتقين فنان فنانين تقولين مغنيين، خلينا نقول مو مطربين. انا لحد الان اقول عن نفسي مغنيه. يلا جاسم انت جدا تحكي خويه. انا لحد الان اعوذ بالله من كلمه الان اقول على نفسي مغنيه، ما اتجرأ واقول مطربه. صار لي 30 سنه بالفن واقول مغنيه، لا ما اقدر اقول مطربه. اكيد من تواضعك اخجل استحي. ما تواضع انت تستحقين مطربه ليش يعني الناس تقول مطربه اقولهم بعدني مو احنا نقول يعني انت اذا الملحن الكبير المرحوم قال قرغلي ابو شوقي هذا اللي يشفع لي هذا إيه هذا اللي لحن شو روح الخماش قال لك اني شو اختبرش بعد هاي يعني مو قليله ست اديب بس انا دا اسمع يا هو اللي يجي وغنى الاغنيه قالوا علي المطرب اليوم يغني في المطرب الفلاني يا بيا مطرب الفلاني فلان قلت له ما يصير
بيصير كاظم مسامر يقولون عليه مطرب صحيح. رياض احمد الله يرحمه، ياس خضر يقولون عليه مطرب، نعم صباح فخري لعد على صباح فخري ايش يقولون. صح. احنا ست اديبه راح نتواصل وياك ايضا، راح بصراحه راح نفاجئك، راح يكون مفاجئ لك من خلال بس البرنامج. بس تحمل صراحتي استاذ جاسم. لا لا اكيد اكيد، ترى انا جدا صريحه. نعم ما ادري هذا عيب. لا لا هو صراحه، هو شوفي استاذ بس انا صريحه، الصراحه ما احلى منه صراحه. ارجوك من هو النجاح الصراحه، الصراحة هو هو راحة. مو بس راحه، هو نجاح للنجاح. عفوا عليك لصاحب الفن. راح نتواصل وياك، ناخذ فاصل ان شاء الله وتكون حلقتنا مميزه وجميله. تعبتك لازم تاخذ فاصل، تاخذ فاصل وتاكل حلويات. اوكي اوكي ناكل حلويات العاد. مشاهدينا الاعزاء اكيد ست اديبه تقول فاصل ناكل حلويات، انتظرونا بعد الفاصل. بصره وعينه مكحله والقذله سودا مايله، بصره وعينه مكحله مصلاوي عينه مكحله مصلاوي عينه مكحله. على صوتك ست اديبه اليوم مفاجئ، جبنا لك العود. يا سلام عليك فاجئتني. الله يخليك ما شاء الله عليك وعلى عسك استاذ جاسم. الله يخليك ربي يحفظك. ست اديبه هالاغنيه بصلاوي عينك كانت قصه الاغنيه حسب معلوماتي، اغنيه للفنان الكبير ذات صوته الجميل قحطان عطار. نعم. شنو صارت الاغنيه بصلاوي عينك كحلا؟ انا سافرت لامريكا. نعم. عندنا حفلات بامريكا. نعم. وسافرنا انا واستاذ حميد منصور. نعم. الله يعطيه الصحه والعافيه، واستاذ رياض احمد الله يرحمه، واستاذ ياس. نعم. خضر يعطيه الصحه والعافيه. نعم. فرحنا اجانا منو؟ قحطان، استاذ قحطان العطار. يا عيني ورحب بينا وبحفاوه، هذا الانسان راقي ورائع، اخذنا لبيتهم. نعم. هاب ياسنا. هاي بيج تقريبا بس 87. لا لا 87. اي نعم اي ورا الثمانينات. قال لي أديبة عندي إلك أغنية كلش حلوة تلوق لك. نعم. قلت له شنو هي أستاذ؟ قل لي. أبيها دولة؟ بأمريكا. أمريكا. كاليفورنيا. نعم. قال لي أغنية تقول بصراوي عينه مكحلة والقدلة سودة مايلة. قلت له الله. حلو. أنا العنوان جذبني. أستاذ. ايه. جاسم. صح. حلو العنوان. صح. غريب وجذبني. طبعا. وبسيط وسهل وسلس. قلت له حلو أستاذ قحطان كمل. قال بصراوي عينه مكحله والقدله سودة مايله، شفته يمشي عن نصه عنقود قلبي قصه، قالوا لي ولفك وصه لا تخلوني يمهله. قلت له الله بلحنها. قال لي ملحنه. قلت له سمعني غناها. غنيت وياه. قال لي لايقت لك يلا روحي لبغداد سجليها، وفعلا بس وصلت لبغداد سجلتها وغنيتها. نعم. وكانت سبب شهرتي واشتهرتي بالاغنيه. نعم. نعم. وشافوني الناس. من المخرج كان؟ جمال محمد. كان نبيل ابراهيم. نبيل ابراهيم. نعم. اشتهرتي بالاغنيه بالصحه والعافيه. والناس اشتهرت فيها. قالوا شافوا شكلي ايضا. اي بصراوي قالوا. بصراوي قالوا بصراويه. بصراوي يعني غنيت بصراوي عينه مكحل قالوا بصراويه. اوكي. اديبه بصراويه ماكو فرق ابدا. ماكو فرق اكيد. هي. وبعد ما سجلت تواصلت ويا الفنان قحطان عطار؟ تواصلت معه. نعم. وشاف الاغنيه قال لي. نعم. مو قلت لك راح اطوق. نعم. انا اعرف ايش اختار لك. نعم. انت بمبونه وحلوه كنت. قدمت شيء رياض قحطان عطار هديه مثلا قايل الاغنيه يا مجانا؟ لا والله ما قبل يا اخو. ما قبل صدقني. توسلت العاد جبت العاد هديه. نعم. هديه سيت يعني قمصان واربطه. ايه. ما قبل يا اخو. ست قمصان وست اربطه فلوس ما قبل يا اخو صدقني. هو هذا الفن العراقي كان سابق. هذا الفن الاصيل. هذا الفنان اللي يشعر باخو بزميله الفنان. نعم. هي كانت روح مترابطين باخوتنا. صح. وترابط كان بيننا. اوكي اغنيه الاغنيه بصلاوي عينه مكحله، شنو بعد اعمالك قدمتي بعد ما اشتهرتي بهالاغنيه؟ بعدها غنيت انا ممنون لبنونه من. نعم. الفلكلور البصراوي. بصراوي. غنيت ايضا صورتها انا ممنون لبنونه. اوكي. صدقوني. منو اختار لك الاغنيه؟ خلينا شيء ابو نونه. ابو نونه. هاي رحت البصره، انا. نعم. كنت دائما جلساتي بالبصره. نعم. طبعا بالمناسبه افضالهم علي كثيره. البصره طيبين. جدا طيبين جدا واحتضنوني بالمناسبه. نعم. حرب ايران كليتها انت تروح يومهم. صح. ونقدم اعمال وتروحين العشار واروح وياي هم بدر شاكر سيار. نعم نعم. منتخب. نعم. الجزائر. نعم. وجلسات نسوي واحتضنوني جدا. من احتضنك من الفنانين؟ استاذ طارق ذياب خليل. طارق الشبلي. استاذ ذياب خليل. نعم.
كلهم احتضنوني، مجيد العلي الله يرحمه الله كلهم احتضنوني. نعم. كل الفرقه مال البصره كلهم احتضنون بلي لحلي عدنان خليل اغنيه بس ما شافت النور لأ ما صورت فقط تسجيل. نعم. الا تشوف النور. هسه نسمع ابو نونه. فقالوا لي غني ابو نونه، انا ممنون لابو نونه قصاي البصري كان مغنيها باحتفاليه، فقال لي قلت له ممكن اغنيها؟ قال غنيها ديبه انت قدها وقدود، لان انا كنت جريئه. غنيتي على شكل حفله؟ اي جلسه وغنيتها. قال لي مو قلت لك انت جريئه اكو تخافون، انت ما تخافين، خلينا نغنيها استاذ جاسم. أنا ممنون لبنونة، 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 أنا ممنون لبنونة. حلوة عيونا جميع الناس يردونا، شفت قاعد بالخيمة شبه القمر بالغيمة، شفت قاعد بالخيمة شبه القمر بالغيمة، والله الفرقة خظيمة، والله الفرقة شظيمة. أنا ممنون لبنونة، أبنونة حلوة عيون على الصوت. شو اكيد تحياتنا لبنونا لأهل البصره، تحياتنا لأهل البصره كلهم ان شاء الله. ست ديبا، ست ديبا خلينا نتحدث عن الموصل. يعني الموصل بالنسبه لك حسب معلوماتي حبيبتك. حبيبتي الموصل، الموصل همين واهل الموصل احبهم. اوكي خلينا نحكي عن ذكرياتك موصل، من كنت تيجي انت ويا مرحوم سعدي الحلي الله يرحمه. نعم. اول ما جيت الموصل، نعم، شنو كانت مناسبه؟ يعني حفلات خاصه مثلا، حفلات عامه، شلون شفت الموصل، اجواء الموصل، عادات تقاليد الموصل، جميلة. جمهور الموصل جميله جدا، الموصل وناسها طيبين ومضيافين وكرماء جدا. انا اتعجب من يقولون بخلاء، لا لا حشاهم، اهل الموصل جدا كرماء بالعكس. انا ما شفت منهم غير كل الكرم والطيب. فكنت رايحه بحفله انا واستاذ سعدي الحلي الله يرحمه، قاعه الربيع. بقاعه الربيع يا سلام، القاعه انملت تقريبا ب 92، القاعه انملت خويا جاسم. كان الفنان غازي فيصل نقيب الفنانين، كان الاستاذ غازي فيصل نقيب الفنانين، وكان شاهد على مدى اقوله. يعني هوايه كانوا جوي، ناس الجام تكسر، يردون بطايق، يردون يدخلون. نعم. يشوفون استاذ سعد الحلي وبعدين واني قالوا الريده يحبونه. سوينا الحفله من انجح ما يكون، كانت ناجحه. ثلاث ايام هي، ثلاث ايام كان جمهور يعني فول، ثلاث ايام وكان الجمهور فول، وقالوا اوعدونا تجون مره ثانيه. حلو. بعد الدراسه يعني الجمهور في اشتياق سعد الحلي المرحوم اديبه. لكم جمهور خاص بالموصل؟ لنا جمهور خاص، كل حفله يجيبونه. ورا ما خلص الحفله مثلا بالنهار تروحون تزورون باب الطوب او دواسه وسرشخانه، نروح الباب الطوب شلالات. نعم كنا نروح وياهم. نعم. يودونا هاي المناطق الجميله، والاكل والباكه والسمك والكباب والدولمه، وشنو اكلهم؟ يخبل، اكلهم يخبل. قلت لهم انا لو ابقى يومكم اسبوع اصير هيك. احبهم كلش، احب كرمهم واحب طبخهم ونظافتهم. بالمناسبه نظيفين جدا جدا، حياهم الله. اني احبهم، اقول لهم اني احبكم جدا جدا، وان شاء الله بعد التحرير، اول وحده اجي الموصل. بعد التحرير تكوني بالموصل باذن الله، اول وحده اكون بالموصل. كم مره زرتي الموصل ست اديبه؟ هوايه استاذ جاسم، هوايه. ثلاثها مسرحيات، مسرحيات ورا الحفلات مال انا وسعدي الحلي. نعم. مسرحيات قمت. انت تجيبين مسرحيات؟ مش عندك جمهور؟ نعم انا اجيب الجمهور. جبتي فنان يجيبوني مسرحيه حتى
يجي الجمهور. نعم. المنتج يقول لي تعاي حتى يجي جمهور يا معودة يريدك. ايه. أنا أستاذ عزيز شكارين جينا هواية. نعم. فنانين. نعم. هواية فنانين. نعم. وجينا ويجون الجمهور على أيضا طلعت خارج الموسم مثلا بعشيقة مثلا تلكيف برطلة كانوا يودونا. اي نعم. ايه. ديرمتي مثلا. وديرمتي كانوا يودونا. الغابات شنو شفت الغابات؟ جميلة جدا يا سلام جميله جدا الغابه. كنتوا تنزلون في فندق اشور او فندق نينوى او مجمع السدير؟ نينوى الدولي. نعم. بعدين انتقلنا مجمع السدير. مجمع قالوا افضل. شلون اجواء مجمع السدير؟ جميل. البيوت عبالك خارج العراق. البيوت وعبالك مليونه عبالك تركي فشي جميل. الله تنعاد ان شاء الله. ان شاء الله. احنا نسمع منك ايضا اغنيه مصلاويه. اي والله جاسم خويه يلا. خافي من رب السماء وحدي لا تخليني. كم يردلي سمرة قتلتيني. خافي من رب السماء وحدي لا تخليني. رحتي زرتي النبي مقبولة زيارتك. يمتى يمس المساء وتنام جارتك. رحتي زرتي والنبي مقبول زيارتك. يمتى يمس المساء وتنام جارتك. او كم يردلي سمرة قتلتيني. خفي من رب السماء وحدي لا تخليني. شرباتكم باردة وسطوحكم عالي. والله قتلني العطش يلا ارحموا بحالي. شرباتكم باردة وسطوحكم عالي. والله قتلني العطش يلا ارحموا بحالي. وكم يردلي سمرة قتلتيني. خفي من رب السماء وحدي لا تخليني. وتحبون الله ولا تقولون. تحبون الله ولا تقولون. سعاد وما ماتت ويوي دلال. سعاد وما ماتت ويوي دلال. تحبون الله ولا تقولون. تحبون الله ولا تقولون. سعاد وما ماتت ويوي دلال. سعاد وما ماتت ويوي دلال. اعطيني تفنقتي وبعطيني رختي اوي اوي دلال. وبعطيني رختي اوي اوي دلال. لطال صيد البنات. لطال صيد البنات. لصيد انا وبختي اوي اوي دلال. لصيد انا وبختي اوي اوي دلال. تحبون الله ولا تقولون. تحبون الله ولا تقولون. سعاد وما ماتت اوي اوي دلال. سعاد وما ماتت اوي اوي دلال. اكيد يا ست اديبة اليوم كانت اغنية بصراحة مصطوية بينك وبين يعني ان شاء الله. ست اديبة ايضا نرجع على ذكرياتك القديمة من خلال اعمالك الحلوة جميلة. ايضا حسب معلوماتي السفر كثير دول يعني. نعم. شاركت ويا فرقة الإنشاد العراقية وأيضا. نعم. انتقلت إلى فرقة القومية يمكن الفنون الشعبية. الفنون الشعبية. حدثينا شلون كان انتقالك من فرقة الإنشاد إلى الحقيقة قبل يعني قبل السقوط. نعم. ما أحب أسمي سقوط طبعا. نعم. أي. نعم. كنت فرقة الإنشاد العراقية طبعا دخولي كم سنة بقيت فرقة الإنشاد؟ تقريبا 15 سنة. اي نعم. بعدها رحت لفرقة الفنون الشعبية الفرقة. نعم. القومية الفنون الشعبية. نعم. لأنه تعيننا إعادة تعيين جديد رجعنا للفرقة القومية الفنون الشعبية. نعم. لأن فرقة الإنشاد انتهت توقفت اللي سافرت. نعم. واللي تزوجت واللي اعتزلت واللي صح تحولت إلى فرقة إلى فرقة
فنون شعبية. الفرقة القومية للفنون الشعبية. منو كان مسؤول عليه؟ فؤاد ذنون؟ أستاذ فؤاد ذنون. فن الثنا. تحياتي أستاذ فؤاد. تحياتي للأستاذ الكبير فؤاد ذنون. أستاذ فؤاد ذنون شرح حلقة القادمة راح يكون ضيفنا. إن شاء الله. راح يكون هو أم مصطفى طبعاً العلم. إي طبعاً طبعاً أعرف. إي أبو عمر كان بمثابة أخ إلي. أخ وصديق وأنا أعتز به جداً جداً. أحييك من كل قلبي أستاذي العزيز. عنده موقف وياكم ويا كل فرقة؟ ويا كل الفرقة. كانت فنانة أمل خضير أيضاً. لا المسؤولة الرقص الاستعراض هنا عبد الله مو هنا عبد الله ايضا عبدالله. موجوده انت شو تغنين والفرقه منو كانوا وياك بالفرقه القوميه؟ ست امل طلعت تقاعد ست امل طبعا نعم سعد العظمي استاذ سعد العظمي عبد فلك حلو اي نعم وين رحتوا يا دولة؟ محمد الشامي حلو معانا في الفرقه اي احنا موظفين خوش وين رحتوا يا دولة سافرتوا؟ كثير سافرنا انا بالفرقه القوميه الفنون الشعبيه ما سافرت سافرت فرقه الانشاد رحت تونس نعم. والجزائر وليبيا ورومانيا تقدمون التراث العراقي ونقدم التراث العراقي مشاهدينا الاعزاء اكيد احنا متواصلين مع فنانتنا المحبوبه والمتميزه والراقيه والخلوقه والطيبه والحنونه تحب العراق وتحب كل محافظات العراق جدا واحب الموصل واكيد هي تحب الموصل تحب كل المحافظات اديبه ابقوا انا بعد الفاصل خبر دحكي لي اي اي ندور رحت لك ليش ما تقولي لي اي اي خلاص اكو شنو الخبر دحكي لي اي اي ندور رحت لك ليش ما تقولي لي اي اي خلاص تقولي لي صار عيني شكو والله شعلتني بنار والله شكو خلاص تقولي عيني والله شعلتني بنار عيني شكو فدوى شكو عيني شكو شفتك بالأغنية مندمجة ويا الأغنية أحب شفت شنو المسر أغنية خالة شكو شفت موقف أنا أحب خالتي خالتك تحبي خالتك أكثر من عمتك خالتي وعمتي أحبهم بس ماكو على العمة بلي أكو بلي هو نفسه لم يعتوفيق الله يرحمه هذا الحلو كاتني يا عمة أوكي اوكي ست اديبه خلينا نتحدث عنك ايضا لك اغنيه مع الفنان الكبير رضا الخياط نعم جيت العب ويا جيت العب ويا البيض شلون صارت بيض اقول نعم اي نعم هاي الفكره جتي مال الاغنيه كنا فرقه الانشاد هو معايا كان فرقه الانشاد اوكي فرقه الانشاد شفت مي ويا يمكن صباح نعم انا ويا رضا الخياط سهام ويا سهام وهكذا ثنائي شكلنا ها شلون صارت لما كنا قاعدين احنا وقالوا ليش ما نغني بنيه وولد يسموه ثنائي نعم حتى تغنوا جربناها حلوه الفكره نعم فغنينا اني وقع الاختيار على رضا الخيار اللي انا جات نغني جيت العب ويا البيض اوكي كلماتها قديمه مو قديمه نعم هو كلامه لحن نعم قديم تراث نعم بس هالاغنيه صارت ثنائيه عندك ايضا عندك مع غير مطربين عندي مع جليل ويانا بالفرقه ناغيلي وناغيله ناغيله وناغيله احكي لي ونحكي لك صورناها ايضا نعم بس اللي اخذت حصه من النجاح جيت العب ويا البيض نعم شعورك مقدمة الأغنية رضا الخياط فت شعور رائع هذا اخويا وزميلي لحد متواصل معاه متواصل معي ومتواصل معاه لحد الان نعم. هذا رفيق دربي صدقني نعم. بس الباقي الفنانين صار راقي جدا يعني ذكرت صباح وذكرت ما موجودين بالساحه الفنيه حاليا حاليا ما موجود سافر خلو سافر اي نعم نعم بس رضا موجود ودائما التقي به وبسلم عليه شنو حاليا نشوف اديبه فنانه اديبه قليله في الاغاني في تصوير الاغاني او في تقديم الاغاني، منو السبب؟ انت انتاج تلفزيون منو السبب؟ بصراحه ايه؟ الانتاج انتاج اي نعم الانتاج، انا مو من النوع اللي اروح واقول لهم سجلوا لي انا المطربه فلان ليش ما يعرفون انا منو؟ صح سجلوا لي جلسه نريد سجلون هم المفروض جلسه يسوون كل شهر بالمسرح صح الوطني صح ويجيبون رضا الخياط انا عبد فلك حميد صح منصور ونسوي جلسه ست امل الاساتذه هذول الكبار ونسوي جلسه كل شهر خلينا نقول يعني منو السبب يعني مثلا خلينا نقول وزاره الثقافه وزاره الثقافه غير هي اللي تتبنى وترعى هذا الموضوع نعم والبطاقه خلي تكون ب 5000 صح ويجون العوائل ويشوفون الفنانين يصوروها بالتلفزيون القدماء ويصوروها بالتلفزيون مقترح جميل قلت لهم صدقني جاسم خويا صدقني قلت لهم وهاوي وده نشوف والوضع وما ادري شلون خلي كل فن صار كل علاقات
لا لا ما بصراحة حتى وزارة الثقافة مو ذاك التقدير للفنان بصراحة، ما همهم الفنان يغني ولا يسجل ولا. تشاركتي بعاصمة بغداد؟ اي نعم شاركت ويا فرقة الإنشاد العراقي. لا ايضا سجلوا لك؟ لا. شنو السبب؟ ما خلصت فلوسهم، خلصت الفلوس. انت فنانة وماكو بعد معروف انت فنانة نطول البعض. نعم بالعافية عليهم. بس اكو فنانين مو معروفين. انا قدمت. قدمت وطلع اسمي. نعم بس من دن جينا دن استلم قالوا فلوس ماكو ما. الموازنة وخلصت الفلوس وصفرنا ماكو فلوس رح راحت. أنا وست أمل ما خدنا كان سجلنا لنا شريط. نعم. أغاني كم أغنية كم جلسة. آخر أغنية شنو كان؟ آخر أغنية يا طويل العمر كانت أغنية وطنية جميلة جدا. نعم. بس كانت على الانتخابات. انتخابات الحان؟ كانت من الحان عبد الرزاق العزاوي استاذ عبد الرزاق. من الملحنين تحبين دائما تحاونين وياهم يعني تحبين؟ محمد هادي. محمد هادي الله يذكرك. نعم. صديق عزيز ابو يوسف. صديق عزيز طبعا طبعا صديق عزيز علينا والحانه جميله وهو فنان جميل وغنى ايضا لحن شغلي محمد هادي. محمد هادي حتى لحن لي اغاني عاطفيه. حلو. وما اخذ فلوس خطيه والله قال لي اعرف ظروفك وما اخذ فلوس. اغنيه جميل خلينا هم صبايج خلينا انا ساكت لا تعجب الناس. انت خريجه معهد فنون جميله. معهد فنون جميله. اوكي. ايش عجب ما يعني ما مثلا كل يعني كل انسان مثلا او كل خريج معهد فنون جميله ومعهد معلمين ما قدم الى التعليم، ايش عجب انت ما قدمت تكوني معلمه؟ او اذا 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 مثلا وزير التربيه قال اديبه تصيري معلمه. يا ريت اكون معلمه بس مال موسيقى باختصاص ضمن اختصاص. يعني تعلمين نشيد ما نشيد؟ نشيد فنيه رسم؟ فنيه لا رسم ما اعرف. قصدي يعني فنيه. اي فنيه. نشيد محفوظات نشيد اغاني وطنيه. يا ريت اكون معلمه موسيقى. معلمة مال موسيقى. أنا هسه مثلا إذا 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 على الأقل يطلع لي راتب يا أخويا يا جنسي. راح أروح العمر وبطل ماكو راتب. اسمحي لي سيدة. هاي شلون؟ أنت خريجة معهد فنون جميلة. إي نعم. لو هسه مثلا وزير التربية الدكتور محمد إقبال. يا ريت يسمعني. عمر الصيدلي. أستاذ محمد إيه. يسمعك. نعم. يشوفك. يقال عليه إنسان راقي ورائع جدا ويحب الفنانين ويخدم الإنسان ويخدم الفنانين. يا ريت يشوفني ويسمعني. يا ريت يسويني معلمة مال. تربية موسيقية مال موسيقى تربية فنية. نعم. موسيقى يا ريت. نعم. بضمن اختصاصي. انت خريجة معهد فنون جميلة يعني مو نعم يعني. مو تقولين واسطة او فلان انت اكيد اختصاصك يعني يقبل جمع. اي والله يا ان شاء الله احنا نضم صوتك اكيد يعني اكون ممنونة لك استاذي العزيز استاذ محمد. الله انا سمعت عنك كثير كثير يقال انه انت انسان راقي جدا ورائع وتتمنى انه تخدم الناس. صح. فيا حبذا اني اريد خدمة أخيرة قبل ما أروح للعمرة والنهاية. إن شاء الله تروحي تجي عمرة وإن شاء الله نشوفك معلمة في مادة الفنية. إن شاء الله. وأكيد باقي العمر تخدمين ويا الأطفال، تحبين الأطفال حسب معلومات. جداً، أحب الأطفال وأحب الشيوخ. الله. هذول اثنين أعتبرهم يعني لا حول لهم ولا قوة، أحب أخدمهم، أحب الأطفال ما أتحمل بكاهم، وأحب الشيوخ ما أتحمل بكي الشيخ. الرجال، مرة أنا بالسيارة، أستاذ جاسم أنا مرة بالسيارة. وشفت رجال كبير دا يريد يعبر وعكاسته سيارات رايحه جايه ما دا يقدر يعبر لان سيارات رايحه جايه ويرجع سريعة. وسريعه سريعة. نزلت من السياره قلت له لو التاكسي وقف من فضلك وقفني نزلت اركض عليه وعبرته وقفت السيارات وقفتهم كل مثل مرور صدقني جاسم صدقني وكان اعبره وبستمر راسه الشيوخ كلش اتعاطف معهم والاطفال البراوله اللي كلش صغار كلش انا ويا كل الناس اتعاطف ومفروض بس دول شويه يعني المفروض هسه مو بس وزاره حتى وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه استفادوا منك حبك للشيخوخه تكونين يعني خلال عملك اللي تحبين عملك قلت لهم انا مستعده اكون بدار المسنين اخدم المسنات والمسنين صدقوني ما دام بعد نبيها صحه وعافيه وحياه اروح بدون مقابل اروح اخدم المره الكبيره الرجال الكبير صدقوني صح. حتى لو اخسر رجلهم صح صدقوني اخسر راسهم اخسر رجلهم البسهم جواري الله على عاطفتك وعلى اقص اظافرهم يا ريت الناس كلها مثلي واحد قال لي اديبه انت لو الناس كلها مثلك الشعب العراقي بخير الامه العربيه بخير الكون كله بخير لو كلهم مثل قلبك وطيبه قلبك وصفاء روحك وتصالحك مع نفسك الدنيا قاضيه اخويا جاسم صح تبوني بالحظ؟ لا ما تبلح لا 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 تسعى وتتعب وتجتهد اوكي شنو برجك؟ الميزان اذا عرض عليك وزير تقول يا وزير يا وزير
تقول لي تصير وزيرة. وزير البيئة. ليش؟ اي اريد انظف الزبالة والهاي بس ولو هو الناس المفروض تعاون. الناس تتعاون، صح. الحكومة وحدها ما تسوي شيء. صح. شو تسوي الحكومة وحدها؟ دا تجيب سيارات مال الزبالة ودا تشيل الزبالة، بس احنا ننذبها بالشارع من السيارة. لازم يكون وعي من وعي. نعم صح. احنا عندنا قلة وعي بصراحة. يعني ثقافة الوعي ما عندنا معدومة جدا. نعم. ست أديبة أنا نسمع منك أغنية. نسمع منك شو أغنية؟ إن شاء الله. صدقوني ما مليتكم. صدقوني ما مليتكم، صدقوني روحي حمامة بيتكم، صدقوني صدقوني ما مليتكم، صدقوني وروحي حمامة بيتكم، صدقوني زعلانة واصل حكي مهمومة حاصرني البكي، زعلانة واصل حكي مهمومة حاصرني البكي، ولهالسبب ما جيتكم صدقوني، ولهالسبب ما جيتكم صدقوني. انتم حياتي ودنيتي وانتم سواد عيوني، وظنيتكم فرحة عمر ما ظنيتي تبتشوني، انتم حياتي ودنيتي وانتم سواد عيوني، وظنيتكم فرحة عمر ما ظنيتي تبتشوني، اعزاز واغلى من القلب وفراقكم كلش صعب، اعزاز واغلى من القلب وفراقكم كلش صعب، وكل لحظة صعبة بدونكم صدقوني، وكل لحظة صعبة بدونكم صدقوني. على صوتك اكيد. العايش ويا جاسم. ست هديب بالعكس شهتي عزيز علينا، احنا ان شاء الله راح نتواصل وياك ايضا، راح ناخذ فاصل اخير وياك من خلال برنامجنا برنامج موعد الابداع. سعيده بكم جدا، انا سعيده بهذا اللقاء. بالعكس ان شاء الله نتواصل بك. مشاهدينا الاعزاء اكيد احنا متواصلين وياكم من خلال برنامجكم برنامج موعد ما يبدا، اكيد فنانتنا المحبوبه والراقيه وجميلة والطيوبة أديبة. ابقوا معنا بعد الفاصل. انت الأجمل حبيبي، انت الأجمل. مشاهدينا الأعزاء متواصلين معكم خلال برنامجكم موعد مع الإبداع من قناة الموصلة الفضائية، اكيد ضيفتنا الفنانة المتألقة المميزة أديبة. سيد أديبة، علمتك التجارب من الحياة؟ اوه علمتني اشياء كثيرة. انا اشوف نفسي اقول هاي انا وين كنت وهسه وين صرت؟ صار عندي نضوج جاسم، اخويا جاسم نضوج فكري ووعي، يعني اكو اشياء لو اني بهالنضوج ما اسويها بصراحه، كنت صغيره. من تضعي راسك على الوساده؟ نضجت، حيل نضجت. اوكي، من تضعي راسك على الوساده، على المخده خلينا نقول، ليش تفكرين؟ بالموت. بالموت. نعم. بعد ما تخلصين اعمالك او مثلا احب اموت والله راضي علي، ما احب اسوي شيء. ان شاء الله طول العمر اللي تشي يا ست. انا الشيء الوحيد يمكن الموزي اللي مسويته بس الغنى. ويقال حرام الغنى، واحنا لذلك اريد اروح للعمره وانهي كل شيء، بس غير شيء ما عندي لا اذيه ان شاء الله اشوفك ولا عندي شيء بس. نعم. الغنى. نعم. فيتوب علي بس من هالشيء. نعم. اذا نعم. هو حرام. نعم. اذا حرام يسامحني بس على هالشيء. اوكي، شو وقت تشعرين بالسعاده؟ من الناس اشوفهم سعيدين والامان يعم منطقتنا هاي كلها العربيه. نعم. المنطقه الشرق الاوسط، اذا اكو امان انا اشعر بسعاده. نعم. سيديب ايضا سؤال لك، يعني من خلال تحبين الرياضه؟ اي احب الرياضه، علاقتي بها جدا وطيده. ايضا كنت تلعبين في المدرسه؟ اي نعم، سنتين العب ساحه وميدان. حلو. نعم. ايش قد يعني مسافه؟ طفر عالي. نعم. ودراجات هوائيه. حلو.
يعني واخذت بطولة سنتين يعني بالمدرسة الابتدائية بعقوبة الابتدائية. عندك ذكريات رياضية؟ نعم. يا فريق تشجعين؟ بالعراق؟ ايه كنت اشجع الشرطة. الشرطة. من اللاعبين زملائك مثلا؟ ناظم شاكر اعتز بيه جدا، سعد قيس اعتز بيه، تشجعين حبيب جعفر. حبيب جعفر ذولا قريبين إليك؟ قريبين إليك. اي نعم، يعني معاصرتهم معاصريني. غنيتي على الرياضة؟ ايضا غنيت على الرياضة. انت غنيت على الرياضة؟ انت ما شاء الله كل شيء غنيت على الرياضة. عن طبعا غنيت على كل شيء. لازم غنيت على الشيخوخة على الطفل وعلى الاطفال هم غنيت. غنيتي؟ اي نعم. وحتى اغاني دينية، وبالمناسبة انا ناوية من اروح ان شاء الله للعمرة وارجع اغني ابتهالات دينيه. أوكي. يعني اغاني صوفيه. أوكي. واني غنيت بقاعه الرباط. صح. كان مهرجان الاغنيه. وايضا بالمتنبي شفناش تغنين. غنيت اغنيه دينيه. نعم. دائما تزورين المتنبي انت؟ شهر المتنبي؟ كنت دائما اروح. نعم. أي. نعم. احلى بلد زرتيها؟ مصر. مصر بلا تردد. بلا تردد. انا احب مصر وشعب مصر. متندمه انت بعملك الفني؟ ندمانه على شيء واحد. نعم. حريتي ما ماخذتها ابدا، هاي وحده. ما ندمان على اشياء كثيره، اولها حب الناس. نعم. لانه الفن كسبني حب الناس. ما ندمان ابدا على هذا الشيء. نعم. بس فقدت حريتي. اوكي. قال سقراط اي ايها الانسان عرف نفسك، هل فهل اديبه تعرف نفسها؟ اي نعم اعرف. تعرفين نفسك حلو؟ اي نعم نعم اعرف نفسي وراضيه على نفسي الحمد لله، راضيه بما دا اقدمه وراضيه بما دا بأفعالي راضية. ما دام كيف تقضين يومك من الصباح؟ أنا بيتوتة، أنا بيتوتة. ما أطلع جاسم. نعم. أنا ما أطلع. تحبين الطبخ تطبخين؟ أحب أطبخ. شنو أحب المطبخ؟ أحب المطبخ. مرقب أمنوع حتما. تعلمتي طبخ مصلاوي؟ اي نعم. تعلمتي شنو؟ المصالو علموني من كنا نروح بالموسم. تعلمتي كبي كبي مصلاوي. كبي مصلاوي كبي مصلاوي. نعم. والدولمة مقلوبة برياني مصلاو والباتشا يخيطوها. قلت لهم علموني شلون يخيطوه، قمت اخيط. اي نعم علموني اهل الموصل. برايج برايج متى يموت الحب؟ من تنتهي الحياه. الله. تحبين الحياه هوايه؟ انا هوايه متفائله واحب الحياه. نعم. ولا ياس مع الحياه. متفائله ان شاء الله العراق ترجع مثل ما كانت سابقا؟ بصراحه؟ إيه؟ لا ما متفائل. لا ما متفائل. انا صريحه بصراحه. لا بس اتمنى ترجع مثل قبل واحسن. شو يعني؟ اتمنى بس اشو ما متفائل. اوكي شو يعني؟ يعني دا نشوفه من سيء لاسوء. شو يعني الليل؟ فقول خل نتفائل. خل نتفائل يا رب. شو يعني الليل؟ الليل احبه، احب سكونه واحب هدوءه ويخليني اعيد حساباتي. شو يعني الغدر؟ لا ما احب الغدر والخيانه، اعوذ بالله. الكذب؟ ما والكذب ايضا ما احبه. الكذب والغدر والخيانه الد اعدائي. لا ما احب الغدر والخيانه. شو يعني الصباح؟ يوم جديد وإشراقة جديدة. الأم جديد. الله كل دنيا. تعلمت الصبر منك يا يمه؟ أو غريبة بعد عينك يا يمه؟ أغني على الأم. أو غريبة بعد عينك يا يمه؟ تعلمت الصبر منك يا يمه. إلي يحفظك ربي يا يمه. نعم. الفنانتنا وحيدة رسمك بال إيه الفنانتنا وحيدة. أوكي راح أغني إن شاء الله. خلي أغنيها من فضله. العراق شو يعني لك؟ شو يعني لي؟ إيه؟ هو الرئة اللي أتنفس منها. نعم. العراق هو الرئة اللي أتنفس منها، وهو أمي وأبوي وكل من بالعراق. أنا حط تاج على راسي. الله. فخلي أغني إلي يحفظك ربي يا عريا. يا سلام. إلي يحفظك ربي يا يما، رسمك بالقلب والروح أضمك. إلي يحفظك ربي يا يمه، رسمك بالقلب والروح أضمه. علي اشقد تعبتي أذية وضيم شفتي، علي اشقد تعبتي أذية وضيم شفتي. يا حبيبة يا يمه يا حنينة يا يمه، يا حبيبة يا يمه يا حنينة يا يمه. شلون ترضين تدريني احبك
شلون تدرين يما تفارقيني شلون ترضين تدريني احبك زين تدرين انتي منيتي وانتي ضوى العين انتي منيتي وانتي ضوى العين يا حبيبه يا يما يا حنينه يا يما يا حبيبه يا يما يا حنينه يا يما إلي يا حبك ربي يا يما رسمك بالقلب والروح ضمه إلي يا حبك ربي يا يما رسمك بالقلب والروح ضمه علي اسقد تعبتي هذي وين شفتي علي اشقد تعبتي يا يما هذي وضيم شفتي يا حبيبه يا يما يا حنينه يا يما يا حبيبه يا يما يا حنينه يا يما حصوتك ست اديبه على لوني الحلو اكيد ماكو احلى من الام ماكو احلى من الام مثل ام الوطن مثل العراق الوطن. يعني اكيد يعني نعم وماكو احلى من العراق ان شاء الله اكيد وماكو احلى من الموصل حبايبي واهل الموصل شكرا وكل إليك. العراقيين ان شاء الله ان شاء الله ست اديبه كلمه اخيره شو تحبين تقولين من خلال لقائنا حبايبي جمهور الحبيب انا اشكركم جدا جدا اشكر قناه نينوات الموصل قناه الموصل الحبيبه وأشكركم جدا جدا حبايبي أني ألتقي بكم إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أول ما تتحرر الموصل أني أول وحدة أكون عندكم إن شاء الله ونفرح سوا إن شاء الله وأرجو أن ما ثقلت عليكم وكنت ضيفة خفيفة عليكم يا قلبي أني أحبكم جدا جدا وإحنا نحب الست أديبة وأني هم شكرا للست أديبة تحياتي لكم جميعا حياتي مشاهدينا الأعزاء أكيد بصراحة لقاء شيق وجميل مع فنانتنا المميزة الخلوقة الحنونة العراقية الأصيلة ما دام عراقية لازم حنونة إن شاء الله لازم خلوقة لازم حنونة بصراحة لقاء شيق كان بصراحة ما حسينا بالوقت المخرج يقول عبرنا الوقت فعلا. بس أديبة ست أديبة اسم كبير وإن شاء الله نشوف أديبة قريبا في الموصل بعد تحرير الموصل أول مطربة تكون إن شاء الله على الموصل. وعد مني إن شاء الله. كان معكم في إعداد تقديم أنا جاسم حيدر نقول لكم إلى اللقاء ومع السلامة انتظرونا في حلقة قادمة مع فنان آخر أو فنانة من خلال برنامجكم موعد لإبداع من قناة الموصل الفضائية في أمان الله